بكم مرة أخرى مشاهدينا، وده الجزء الثاني من فقرة أحوال الناس. إزاي نتخذ قرار؟ اتخاذ القرارات بيمثل مشكلة كبيرة عند العديد من الناس، وده بسبب أن بيكون دايما مقرون بحل مشكلة. أن أنا عشان أخد قرار ده معناه أن أنا هحل مشكلة، فهبقى خايفة أن أنا المشكلة بيبقى فيها عدة أطراف، فممكن أذي ده على حساب ده أو أذي نفسي على حساب حد تاني أو العكس. دي كلها حاجات وخبرات هنحاول أن احنا نكتسبها مع بعض في الدقائق المقبلة مع ضيفنا العزيز دكتور هشام الجمل، خبير التنمية البشرية. أهلا بك يا دكتور. صباح الخير. في البداية كده يا دكتور، يعني عايزين نعرف طبعا أوضاع الشباب المصري، حضرتك زي ما أنت شايف في يعني تردد. صحيح. وكلمة تردد عكس تماما موضوع ان هو يكون يقدر ان هو يتخذ قرار. الشريحة الاكبر من المجتمع هي الشباب اللي بيمثل حوالي 60% من المجتمع. ازاي الشاب في هذا العمر وفي الوقت اللي احنا فيه، الوقت الحرج طبعا، احنا يعني مش عايشين في ظروف طبيعية. صحيح. يقدر ياخد قرار ازاي؟ طيب، هو المشكلة دايما زي ما حضرتك قلتي بتبقى في الحيرة. احنا دايما بنبقى محتارين ما بين حاجتين. الحاجة اللي احنا بنساعد بيها الناس شوية اننا نخليهم بدل ما يبقوا محتارين بين حاجتين يبقوا محتارين بين توجهات. يعني مثلا لما بيجي حد ياخد قرار فبقول له طيب بص على المدى القصير القرار ده هيعمل ايه، وبص على المدى الطويل، فبوزن ما بين اللي انا عايزه دلوقتي واللي انا عايزه قدام. يعني مثلا لو شاب صغير عايز ياخد قرار في وظيفة، اخد الوظيفه دي ولا ما اخدهاش؟ الوظيفه دلوقتي هتديني مرتب حلو قوي، بس هل المستقبل بتاعها هو ده اللي انا عايزه ولا لا؟ فبوزن ما بين الحاجه اللي هي انا عايزها دلوقتي والحاجه اللي ممكن تكون مطلوبه على المدى الطويل. طيب، في يا دكتور حاجه اسمها احتياجات على المدى القريب واحتياجات على المدى البعيد. صحيح. اذا كان الوظيفه دي بتقدم لي مرتب كويس قوي دلوقتي فانا محتاجه للفلوس مثلا دلوقتي، بس مش بتقدم لي بقى بعد كده مستقبل كويس، بمعنى ما فيهاش ترقيات وما فيهاش طب انا اعمل ايه بالظبط؟ انا محتاجه دلوقتي الفلوس، يعني شاب في مقتبل عمره مثلا فمحتاجه الفلوس دلوقتي، طب بعد كده هيعمل ايه والوظيفه دي ملهاش مستقبل؟ كويس. طبعا ساعات الواحد بيبقى غصب عنه مضطر ان هو يقبل حاجه جايز ما تبقاش هي بالنسبه له احسن حاجه. علشان كده الحل في الحته دي هو ان انا ابقى دايما حاطط لنفسي هدف، انا عارف انا رايح فين، او انا متفق بيني وبين نفسي انا رايح فين. وساعات وانا ماشي في السكه دي ما بيبقاش الظرف مساعدني، بس ببقى متفق مع نفسي اني ماشي في المشوار ده لحد ما الظرف يسمح. يعني مثلا في المثال بتاعنا، لو واحد عايز يشتغل ومش لاقي شغل ومعروض عليه شغل، انا هتدي له فلوس لكن مش هتساعده ان هو يحقق اللي هو بيدور عليه. طيب، انا هقبل ده بس بقيت قابله مؤقتا. لان انا عارف ان ما عنديش حل تاني ليه غير ده دلوقتي. بس بقى اثناء ما انا بشتغل في الوظيفه المؤقتا دي ادور على واحده ثانيه، بشوف حاجه ثانيه وبدور على الحاجه اللي تديني اللي انا بدور عليه على المدى الطويل. لانه انا بشوف ناس كتير قوي في شغلي بيكون دخل في مجال لان ده اللي كان متاح وقتها ويفضل طول عمره فيه. وجايز جدا المجال ده لا يبقى هو اللي بيحبه ولا يبقى هو اللي بيدور عليه ولا يبقى هو ده اللي بيطلع فيه احسن امكانياته. طب هو يا فندم بيبقى يعني الناس اللي بتدخل في مجال دي لان هي دي مثلا المتاح، انا متاح لي الوظيفه دي دلوقتي، فمش وانا كنتش مش دي اللي انا بحلم بيها مثلا. تمام. بس انا خلاص اشتغلت فيها فهبقى خايفه بعد مثلا 10 سنين او يعني اكتر ان انا يا لسه هبتدي من الاول. صحيح. طب ابتدي ايه ازاي؟ صحيح. وانا دلوقتي يعني لو حد مثلا سنه كبر او كده، طب انا هبتدي دلوقتي. صحيح. اكيد هياخدوا في الوظائف الثانيه لسنهم اصغر مني. ده حقيقي. فهيبقى في خوف طبعا. ما هو الخوف، هقول لحضرتك حاجه، الخوف هو اكبر حاجز بيمنع البني ادم ان هو يحقق الاحتياجات بتاعته او يحقق طموحاته. البني ادم اللي بيخاف هو بني ادم هيفضل طول عمره محصور في الدايره اللي هو قاعد فيها. فاحنا بنحاول نخلي الناس نشجع الناس شويه ان هم لا اتحرك ودور على الحاجه اللي انت بتحبها واسعى في انك انت تمشي في السكه اللي تدي لك انت الاحساس بالرضا. لانه في ناس كتير جدا حضرتك اكيد عارفه بينزلوا كل يوم الصبح رايحين شغلهم وهم مش مبسوطين. مش عاجبه اللي هو بيعمله. طب انا بقضي في شغلي حوالي 8 ساعات او 9 ساعات كل يوم، يعني جزء كبير جدا من حياتي في الحته دي. لو انا مش حابب اللي انا بعمله يبقى انا يعني حكمت على نفسي ان انا ابقى تعيس لتلت الوقت او اكتر من تلت الوقت. فحته الخوف دي احنا بنحاول نشجع الناس شويه ان هم يفكروا في هم عايزين ايه. طيب. ويسعوا في السكه دي. كلمه سعي بالمناسبه معناها ان انا اشتغل تاني في المتاح، بس ابقى بحاول. انما لو انا النهارده قبلت وظيفة وخلاص ما بقتش خايف بقى اتحرك اخرج براها احسن ما اخدش مرتب حياتي هتضيع. فهو السؤال بقى هنا تاني، ودي حتة في حتة اتخاذ القرار، ايه الاهم؟ يعني ساعة الجد البني ادم هو بياخد قرار بيوازن بين حاجتين،
مين اهم من مين، ان انا ابقى بعمل حاجه انا بحبها ولا ان انا احافظ على الامان المادي اللي موجود عندي دلوقتي. هنا من شخص للتاني الامور بتختلف، يعني في حد يقول لا الامان المادي بالنسبه لي اهم بكتير قوي، فانا هجنب الموضوع التاني ده على جنب لحد بس ما اطمن ماديا فخلاص امشي في السكه دي. وفي حد تاني يقول لك لا انا لو فضلت عايش بالمنظر ده انا هبقى تعيس، فخليني اضحي شويه او اخد مخاطره شويه في حته الامان المادي دي بس ادور على الحاجه اللي تختلف. أنا على حسب ايه دكتور؟ الشخصيه وحسب الاستعداد. على حسب مثلا الثقافه العامه للشخصيه طبعا، البيئه اللي بتنشا فيها طبعا الشخصيه دي طبعا. في ناس تقدر ان هي تعمل كده علشان اهلها او الناس المحيطه بيها بتشجعها، لا ما تعملش كده، لا انت بتعمل حاجه غصب عنك ليه. انما في ناس تانية هو في حد لاقي شغل دلوقتي، في صحيح. حد مش عارف. يعني انا هقول لحضرتك على حاجه، انا تجربتي الشخصيه في القصه دي، لان حضرتك اللي انت بتقوليه ده حصل لي انا بالظبط. انا بشتغل شغلانه وبعدين جات لي فرصه اشتغل شغلانه تانية خالص. انا كنت بشتغل مهندس، انا خريج هندسه اساسا فاشتغلت مهندس، وبعدين جات لي شغلانه فيها الحاجه اللي انا بدور عليها والحاجه اللي انا بحبها وكانت بالنسبه لي مرضيه جدا. بس والدي الله يرحمه قال لي انت اتجننت تسيب وظيفه ثابته ومضمونه. فطريقه التفكير اللي حواليا بتشكل مفهومي انا عن المخاطره واخد مخاطره ولا لا. فعشان كده الحته بتاعت التنميه البشريه احنا بنوعي الناس، لو خلي بالك انت عندك امكانيات اكبر بكتير قوي من اللي انت شايفها، فنمره واحد دور عليها. نمره اتنين اول ما تلاقي الحاجه اللي انت حابب انك انت تعملها وعايز توصل لها شجع نفسك وجمد قلبك. والحاجه الثالثه ودي بقى اللي بتبقى مهمه قوي، دي اللي يعني لو تساليني حضرتك هي دي مربط الفرس في القصه كلها. كل حاجه انا بسعى لها ليها تمن، عندي استعداد ادفع التمن ولا ما عنديش استعداد. يعني انت النهارده شايف وظيفه تانية احسن او حابب حاجه تانية اكتر، هتتعب اكتر وهتاخد مخاطره، وجايز جدا تقعد في الاول ما انتش مرضي من الناحيه مثلا الماديه. يعني انا لما سبت وظيفتي وفتحت شركتي انا قعدت 7 سنين اخد فلوس اقل من اللي انا كنت باخدها في اخر مرتب كنت باخده. ده تمن بيتدفع، عندك استعداد تدفعه ولا لا. بس في المقابل ايه بقى بعد ال7 سنين او بعد ال8 سنين دول معدوا، قدرت بقى تعمل اللي انت عايزه، قدرت اعمل اللي انا عايزه واخدت الحاجه اللي انا كنت بدور عليها. اللي موضوع التمن ده فيه كتير جدا، خاصه من الشباب يمكن ما بيبقوش حابين ان هم يدفعوا كل التمن ده، وبيبقوا باصين دايما للنتيجه النهائيه. صحيح. حتى لو قلت له بص على نموذج شخص ناجح هيقول لك اه طب ما هو كده دلوقتي. انا عايز ابقى زيه ايه انت عايز تبقى زي نجاحه، بس انا ما اعرفش هو الثمن اللي دفعه كان عامل ازاي، وما اعرفش التعب اللي هو تعبه كان عامل ازاي. طيب دكتور سؤال تاني برضو مهم جدا، ازاي اخد قرار وانا مش عارفه اصلا انا عايزه ايه؟ دي برضو نقطه مهمه قوي، والولاد الصغارين بالذات الشباب كتير قوي بيتعرضوا ليها، اللي هو انا بتكلم الناس على حط لنفسك اهداف واحلم حلم كبير واجري وراه. ففي ناس كتير قوي تيجي تقول لي بس انا ما اعرفش احلم بايه حتى. يعني انا مش عارف حتى ادور، مش عارف انا اصلا بحب ايه وما بحبش ايه، بالظبط. حتى الحاجه اللي انا مش عايزها انا مش عارفها اصلا، بالظبط. ودي الحقيقه نقطه مقابله ولاد كتير جدا بالذات في سن الجامعه وبعد التخرج على طول. انا ردي على النقطه دي حاجه بسيطه خالص، هي بسيطه وصعبه في نفس الوقت. انا بقول لو انا مش واضح عندي توجهاتي عامله ازاي، اسعى. يعني امشي في سكه واقطع فيها شوط حسب الظروف المتاحه قدامك وحسب الوضع اللي انت موجود فيه، بس اتحرك. يعني انا النهارده في ايه وانا مش عارفه، انا النهارده مثلا متخرج، الخطوه الاولانيه احاول احط لنفسي هدف، انا عايز ايه، انا في الاخر شايف نفسي فين. يعني دايما انا اجي لولد صغير لسه متخرج من الجامعه، انا شايف نفسك فين كمان 10 سنين من النهارده، نفسك تبقى ايه، نفسك تبقى مدير، نفسك تبقى صاحب شركه، نفسك تبقى حد محبوب قوي، نفسك تبقى شاطر. فنقطه البدايه عندي انا عايز ايه على المدى الطويل. طيب حطينا ايدينا على دي، تعال بقى نحط اهداف قصيره توصلنا ليها. لو مش عارف قوي خد الاختيارات المتاحة واشتغل على حاجة منها لحد ما تلاقي نفسك مش مبسوط. يعني أنا تاني برضو في التجربة الشخصية لحد ما الاقي نفسي مش مبسوطة من ده فابتدي غيره. ابتدي غير. يعني في ناس هتيجي تقول أنا بس يعني بنقل لحضرتك رأي الآخر، هو أنا هفضل بقى مقضية حياتي كلها أقعد أزهق من ده وأروح هنا وأزهق من الشغلانة دي وأروح في الشغلانة دي وأزهق من القرار ده أنا كده عمال أضيع في وقتي؟ والله أنا ما بشوفهاش تضيع وقت. ما هو انا لو واضح من الاول على هدفي الدنيا سهله، مش واضح فما بقاش قدامي بديل غير اني اسعى. السعي بالمناسبه حتى لو ماشي انا في سكه مش بالنسبه لي هي دي اللي انا بدور عليها، السعي مش وحش. يعني انا اشتغلت مهندس وانا مش حابب الهندسه 8 سنين في حياتي. انا دخلت كليه هندسه لاني جبت مجموع في ثانويه عامه.
مشكلة تانية خالص. مش عارفة ايه علاقة المستقبل بالمجموعة خالص المفروض ما يبقاش ليه علاقة لكن للأسف حضرتك عارفة الثقافة اللي احنا فيها. انا اتخرجت من ثانوية عامة جبت مجموع كويس، والدي استخسر وقال لي يعني انت هتروح تضيع مستقبلك في كليات ملهاش قيمة، خش هندسة. فدخلت هندسة، وبعدين وانا في هندسة اكتشفت ان انا ما بحبش هندسة خالص، يعني مش دي الحاجة اللي انا وانا بعملها بستمتع. بس النهاردة مش معنى ان ما بتحبش الهندسة ان دي حاجة وحشة، لا هي مش حاجة وحشة، بحب حاجة تانية يعني بالزبط. مش عايزة ابقى دكتورة، بس مش بعد كده ان تبقى الدكتور احسن منك يعني بالزبط. عايزة بس افهم الناس كده، لان في واحد يقول لا اصل انا ما بحبش الطب، فقال يقول ليه هو الدكتور احسن منك في ايه؟ لا ما هو انت ما مش معنى كده فعلاً، مش يعني ممكن تبقى دكتور خايب في الاخر، ده حقيقي يعني ده حقيقي. بس الحقيقة النهاردة انا الهندسة انا قطعت فيها مشوار ومشيت فيها مدة كبيرة جدا، وانا مش حاببها وكل حاجة، بس استفدت منها جدا، ساعدتني في حياتي في حاجات كتير قوي، علمتني حاجات كتير قوي اشتغل عليها ورتبت لي افكار. يعني حتى الحاجة اللي احنا مش حابينها بتبقى اكتساب خبرة. طبعا طبعا كل مرة انا بسعى وبجري بكتسب خبرة، وعلى الاقل بعرف ان السكة دي مش بتاعتي. لما بحود عنها وبختار سكة تانية ما ببقاش قلقان وندمان، لانه حضرتك عارفة المشكلة دايما في اتخاذ القرار ايه؟ طب هو انا لو خدت القرار ومشيت في السكة دي مش هرجع اندم على السكة التانية؟ مفيش قدامي بديل غير اني اجرب، ولما الحاجة مش مدياني اللي انا عايزه اسعى في الاتجاه التاني. جميل جدا. في نقطة تانية برضو، ده لما ابقى لوحدي، اما ابقى انا مثلا لسه متخرجة ولوحدي فاقدر ان انا خاطر مرة طبعا. خاطر اتنين. انما نفترض بقى ان احنا يعني نعلى بالموضوع شوية، وصاحب الاسرة اللي عنده اسرة او يعني واحد دلوقتي متزوج وعنده اولاد، هل يقدر، هل في صعوبة اكبر في اتخاذ قراراته لانه هو قراره مش فردي ومعاه اسرة، هيعمل ايه؟ طبعا اتخاذ القرار لما بيبقى فيه ناس تانيين هيتأثروا بالقرار ده بيحط قدر من المسؤولية اكبر بكتير جدا من لو الواحد بياخد القرار نفسه. انا باخد المخاطرة على نفسي مفيش مشكلة قوي، لكن لما باجي اخد مخاطرة هيخش فيها مراتي وولادي وعيلتي الموضوع بيبقى اكبر بكتير. عشان كده انا هنا دايما بنصح الناس ان هم يبصوا على الموضوع من كذا جانب قبل ما ياخدوا القرار، يعني حتى بورقة وقلم كده. هو من الناحية العاطفية انا مرتاح ولا مش مرتاح، انا حابب ده ولا مش حابه، بس ده جانب واحد بس. طب من الجانب العقلاني لو عايز اسمع صوت العقل، صوت العقل هنا هيقول لي ايه؟ خلي بالك من واحد اتنين، دي مخاطره كبيره، في ناس في رقبتك مثلا. دي حاجه تانية. الحاجه الثالثه برضو اللي هي الفكره بتاعه التاني، الكويس دلوقتي والكويس على المدى البعيد. ساعات لما ببقى مش قادر قوي اخد قرار، احنا كل واحد فينا زي ما حضرتك قلتي بياخد القرار بتاعه بناء على تفكيره، المكان اللي انا نشات فيه، طريقه التفكير اللي حواليا، نظرتي للامور. طيب ما دي نظاره، يعني كاني لابس نظاره مرتبطه بظروفي انا، طب ما استلف نظاره حد تاني، يعني اسمع من حضرتك مثلا وجهه نظر تانيه، اخد رأي حد يكون عدى بتجربة شبيهة. فالحتة بتاعت اتخاذ القرار جزء منها اللي بيسهله هو ان انا اشوف ابعاد مختلفة او اشوف الموضوع من كذا زاوية وبعدين في الاخر اخد القرار. طب دكتور، وانا اقدر اخد قرار بناء على تجربة حد عدى بتجربة شبيهة ليه؟ يعني ما هي ممكن تبقى ظروفي غير ظروف، ممكن صحيح. يبقى هو انا عايز اوصل اللي هو وصل له بس انا ظروفي مختلفة صحيح. فممكن ابقى اوصل عن طريق تاني. مظبوط. انا مش بقول ان احنا ناخد قرارنا بناء على تجارب ناس تانية، بس لازم نسمع تجارب الناس التانية، لانه جوه التجربة دي في حاجة ممكن تنطبق عليا وحاجة ما تنطبقش. يعني انا ممكن مثلا ابقى شايف انه سهل خالص ان انا افتح شركة بتاعتي، مستسهلة وحاسس ان انا اقدر اعملها يعني، لكن لما يجي مثلا حد يكون فتح شركة يقول لي خلي بالك في الفترة الاولانية دي دايما بتبقى صعبة قوي، لان الناس لسه مش عارفاك والكيان الجديد لسه ملوش اسم في السوق، فتبقى صعب. دي تجربة مش بالضرورة كل اللي فيها يبقى بينطبق علي، بس ممكن ألقط منها الحاجات اللي هي ممكن تبقى بالنسبة لي مفيدة، اللي هي الحاجات العامة أو اللي هي الحاجات أصل اللي بينقلك التجربة دايما بيبقى عايزك تنفذها زي ما هي. طبعا دي بتبقى مشكلة، عشان كده الشاب بينفر جدا لما والده مثلا بيقول له أنا بديك الخبرة بتاعتك، أنا مش عايز الخبرة بتاعتك على فكرة، أنا عايز خبرتي أنا، ده خبرتك دي كانت في وقتك، إنما هو بيبقى مش عايز خبرته، ما بيقولوش مثلا موقف مشابه للي حصل له فأنت ممكن تعمل زي، او انا بقترح عليك طب لو انت عايز تعمل ما تعملش، انما مش هديله ارشادات وهو في السن ده ما مش عايزها. هو ماله ومال اللي حصل من 30 سنه ولا من 20 سنه؟ الارشاد حاجه يعني انا لما اجي افرض على حد اقول له اسمع كلامي انا عديت بده، اسمع اللي انا بقوله لك، فانا هنا كاني بقول له ايه، يا تعمل كده يا الدنيا مش هتمشي. لكن لما الطرف الثاني هو اللي يجي يقول لي انا بفكر وعايز اخد رايك،
فأنا لما باجي أخد رأي حد بقى قرار قراري. أنا باخد من حضرتك وجهة نظر وبسمع من حد تاني وجهة نظر تانية وبسمع من حد تالت وجهة نظر تالتة وبعدين أنا اللي بقرر. فطول ما أنا اللي برمي الحاجة للشخص وبقول له اعملها. ودي مشكلة الأب والابن. الأب دايما عايز إيه؟ عايز ابنه يستفيد من تجربته. والابن عمره ما زي ما حضرتك بتقولي عمره ما هيبقى حابب يعمل ده. لكن لو الابن هو لو الأب ربى الابن على إنه إيه؟ بص أنا موجود أنا متاح. انت حقك انك انت تفكر وتقرر بس اعتبرني واحد من الناس اللي قلبها عليك ولو اقدر اساعد هساعد. دي بتدي فرصه للابن ان هو يبقى مفتوح اكتر لفكره ان هو يسمع والده لانه مفيش حاجه مفروض عليه. انا بدي لك الحق انك تيجي تاخد خبرتي. عايز اهلا وسهلا اسمع مني بالمناسبه وخرج من الناحيه الثانيه. فبسهل عليه شويه ان هو يقبل النصيحه ولكن بشكل يكون يعني مرضي حتى بالنسبه له علشان يقدر ان هو يسمعها عشان ما يكسرلوش حته لان الاولاد الصغيرين بيبقوا شويه عندهم الاعتزاز بالذات. انا عايز بقى تجربتي انا الشخصيه يعني لن اعيش في جلباب ابي يعني انا عايز ابقى مستقل وعايز اخد قراراتي. لا فلما بيجي الاب بيقول له اعمل اسمع كلامي انا عديت بدوشه فبيكسر له الحته دي. والحته دي عنده اهم بكتير قوي من انه يغلط ويتعلم من غلطته. بالظبط. طيب دكتور في حاجه ثانيه بقى قرارات اخرى هي يعني مثلا قرارات غير قرارات العمل زي الجواز والطلاق والحاجات دي بتبقى مشكله كبيره جدا ان في ناس بيدخلوا في علاقه وجواز وبعد ما يتجوزوا ويخلفوا ويبقى عندهم اسره بيكتشفوا ان هم مش حابين بعض. او ان ده كان فلك لا خلاص اصلها خلفت فمش هينفع تتطلق. طب يعني ده مش وبعدين هتفضل عايشه طول حياتها كده؟ طيب جانبين يعني طبعا عشان بس حد شاد يقول اللي انا ونفس الحكايه ممكن الراجل بعد ما يتجوز يكتشف انه يعني ما كانش احسن قرار. بالظبط. طبعا دي مشكله اكبر بكتير بس خليني اقول لحضرتك على حاجتين في بيتحكموا في المشكله دي. اولا احنا عندنا نوعين من الحب الناس ما بتاخدش بالها من القصه دي. الحب الرومانسي والحب اللي هو مبني بقى على التفاهم ومبني على العشره وكده. الحب الرومانسي النهارده الابحاث اثبتت ان هو ظاهره بتحصل لفتره قصيره وتمشي. يعني يعني في اللحظه اللي الشخص فيها جوه الاحساس اللي هو الانجذاب الشديد اللي في الاول ده الكيمياء بتاعت جسمه بتتغير خالص. وفي يعني هرمونات وحاجات بتشتغل على الجسم بتخلي البني ادم بياخد قرارات بشكل حتى مش مظبوط قوي. عشان كده حتى تلاقي في المجتمع بتاعنا الام تحذر بنتها ما تخليش حد يضحك عليكي بكلمتين. في اللحظه اللي البنت بتسمع فيها كلام حلو الكيمياء بتاعت جسمها بتتغير. صحيح. فالحب الرومانسي ممكن جدا يشدني ناحيه حد وبعدين بعد سنه ولا سنه ونص وده علميا بالمناسبه تاثير المواد دي او تاثير التغييرات الكيميائيه دي بيقعد لسنه او لسنه ونص. بعد كده هو ينحسر ده. فايه اللي يفضل؟ اللي يفضل بني ادم عادي خالص. هل البني ادم ده يعني هل بقى البني ادم العادي ده اللي قدامه او يعني البني ادم العادي اللي قدام الشخص ده يقدر بقى ان هو يعيش معاه للابد ولا لا؟ بس هنا بقى انا مش بقعد يعني ما باخدش القرار بعد الكلمتين الحلوين اللي حضرتك بتقول عليهم وبعد كده اكتشف ان الكلمتين راحوا. ما هو علشان كده عايز اوزن ما بين العاطفه تاني برضو في الحته بتاعه اتخاذ القرار. انا منجذب جدا عاطفيا بس خليني واعي انه الانجذاب ده بمرور الوقت هيقل. وبالمناسبه اسمعي تجارب الناس اللي اتجوزت كلها هتقول لك كده انه الاحساس الفوار اللي في الاول ده بيهدى بعد شويه وده طبيعي ومنطقي على فكره. مش حاجه وحشه يعني بس بيحل وممكن يحل محله احساس تاني. هنا بقى بيجي التفاهم بيجي التكافؤ بيجي حته ان انا ابقى بحترم الشخص اللي قدامي وبقدر اللي موجود عنده. احنا دايما انا عندي دايما اختيار ان انا اشوف اللي ناقص عندك او ان انا اشوف اللي موجود عندك. انا عايز ابني على ايه؟ بدور على الحاجه اللي ناقصاني ولا بدور على الحاجه اللي انا موجود عندي واقدر ابني عليها؟ فالحته بتاعت الجواز اللعبه فيها هي ان انا اوزن ما بين العقل والعاطفه. وتاني الحته بتاعت العلاقه الممتده بتتبني على اسس مش هي الحب الرومانسي، بتتبني على الموده، بتتبني على الاحترام. أكبر حاجة بتضيع العلاقات الزوجية هي الاحترام. أول ما طرفين يبتدوا يفقدوا احترامهم لبعض المأذون بقى قاعد معهم، ثالثهم المأذون ما بقاش ثالثهم الشيطان. وفي أبحاث كتير قوي بتتعمل في الحتة دي. يعني في مركز في أمريكا بقوا يقعدوا مع الراجل والست يسمعوهم لمدة 10 دقايق ويقدروا يعني يحددوا أو يتوقعوا بنسبة دقة مثلا فوق 90% إذا كانوا الاثنين دول هيكملوا مع بعض ولا لا من الطريقة اللي بيتكلموا بيها مع بعض. مع بعض ولا عن بعض؟ مع بعض عن بعض. يعني طيب
اذا وصلنا بقى لنقطة اللي هي خلاص هم اوريدي في العلاقة دي ومش عارفين، خلاص هم وصلوا الموضوع ان مفيش احترام، مفيش مودة، مفيش تآلف، بس مضطرين يكملوا علشان هم اتجوزوا، يعني ايه بقى مضطرين؟ انا ما بشوفش الحقيقة انه في اضطرار هنا. هو لو احنا وصلنا لمرحلة احنا فيها بقينا شايفين انه العملية ما ينفعش تكمل، البديل التاني موجود بالمناسبة ومتاح. طب البديل التاني ده هم بيقولوا على عشان اخد قرار الطلاق عندي لازم افكر كذا مرة وافكر طبعا. الف مرة، وقرار ده مش سهل يعني بيبقى قرار صعب طبعا. جدا بالنسبة للست كمان اكتر من الراجل، لانه الست البرنامج اللي جواها الست مخلوقة علشان تحافظ على الحاجة. الراجل يمكن بطبيعته شوية يجري يمين وشمال، انما الست ربنا خلقها وزارع جواها الغريزة بتاعت ان هي تحافظ وتلم. فالست بالنسبة لها مسألة ان الراجل ينسحب او ان العلاقة تبوظ ده معناه ان العش هدد للعلاقة بيتهد. فبيبقى القرار عندها صعب شوية. بس خلينا كمان نتفق انه احيانا استمرار العلاقة بيجيب ضرر اكتر بكتير جدا من قطعها. يعني لو انا النهارده عايش مع واحده في البيت وطول الوقت بيننا وبين بعض نقاشات وخلافات والموضوع بيتحول الى تطاول او خروج عن عن المسموح به، وفي ولاد في البيت، فانا باذيهم طبعا وباذي نفسي وباذي الشخص اللي قدامي. طب ما في بديل تاني ان احنا ننفصل، بس ننفصل بشكل متحضر ويبقى في عندي فرصه ان احنا نتفاهم على الولاد ازاي نعاملهم، ازاي نربيهم احسن تربيه. كتير جدا علاقات بتنتهي بالطلاق، والطلاق بيكون التمن فيه هو ان الاولاد بيدفعوا، مش الاب ولا الام. يعني فبرضه لحظه اتخاذ القرار المظبوط، مين اللي قال انه الانفصال مش احتمال وارد؟ في بعض الحالات، مش في كتير منها، بس في بعض الحالات الطلاق احسن بكتير جدا من الاستمرار في العلاقه. بس احتمال وارد منذ بدايه العلاقه، ان انا زي ما حط استمراريه احط احتمال استمراريه العلاقه، لازم احط احتمال برضو ان العلاقه دي قد لا تستمر. وقد لا تستمر دي مش معناها ان هما يروحوا يموتوا، يعني خلاص يبقى في اكيد النهايه بدايه لحاجه جديده او بدايه لحياه جديده. مش ضروري تكون علاقه جديده، بس ممكن تكون حياه جديده. بس الشباب والبنات يا دكتور مش متربيين على ده، هو متربيين على ان طلق يبقى في مشكله، اتطلقت يبقى هي عندها طبعا مشكله اكبر بكتير. طبعا بكتير. مش عارفه يعني احنا ما عندناش طلاق في العيله. ما عندناش. مش عارفه، انا طلاق موجود في كل حته في الدنيا، بس احنا في العيله دي ما فيهاش طلاق. فعايز اعرف يعني ليه هم بيربوش الولاد على ان ده احتمال، انا عشان ما اصدمش البنت او ما اصدمش الشاب، عشان ما اعرضوش للصدمه دي، لازم اقول له ان في احتمال لده وفي احتمال لده. احنا ليه مش بنربي ولادنا على كده؟ علشان ما فيش وعي، وعلشان دي كانت ثقافه سايده، بس احنا النهارده بنحاول نغيرها. النهارده بقى في حاجه اسمها ماريج كونسلر، اللي هو الشخص الاستشاري او الاستشاري، وهي بقى حاجه اسمها ريليشن شيب كوتش، اللي هو شخص بيوجه العلاقه بين الطرفين. واللي حضرتك قلتيه مهم قوي، لانه لو انا من الاول داخل العلاقه وانا عارف ان العلاقه دي ممكن تنجح وممكن تفشل، طب هو ايه اللي ينجحها وايه اللي يفشلها؟ انت هتتصرف ازاي فيها؟ كل خطوة أنا باخدها وكل قرار أنا باخده وكل تصرف أنا بعمله يا بيقربني أكتر من الشخص اللي قدامي يا بيبعدنا عن بعض. وبالتالي ده بيرمي المسؤولية أكتر على الشخص اللي داخل في العلاقة. مفيش علاقة دايمة، العلاقة دي زي الكائن الحي، إذا رعيتيها زي يعني أي علاقة حتى وهي بتبتدي في الأول زي البيبي، إذا خدنا بالنا منها ورعيناها وكبرناها هتنضج وتقوى. لو سبناها وكل واحد فينا ابتدى يجري، لان احنا خلي بالك برضو اللي متجوزين دول ايه، هما بيبعدوا عن بعض كل يوم سنتي، فانت بالصبح بينزلوا بيرجعوا اخر اليوم مفيش فرق كبير، يعني هو سنتي بس. بعد 10 سنين ولا بعد 15 سنه كل واحد فيهم بيبص يلاقي تاني بقى كيلومترات بينه وبين. وهنا بيبقى صعب بقى ان الناس ترجع تاني، لانه الهوة بقت كبيره قوي. فواحده من الحاجات اللي احنا بندور عليها ان الناس تتكلم مع بعض، يبقى في مصارحه، لو في حد من الطرفين متضايق لازم يعبر عن ده ويطلعه ويحطه على الترابيزه عشان نتعامل معاه. لان المشكله اذا ما ظهرتش فما بتروحش وبتكبر بمرور الوقت، بتتفاقم وكل ما الواحد بيشيل فعلا المشكله جواه كل ما بيصعب بعد كده ان هو ياخد قرار ان هو هحل المشكله دي ازاي. خلاص هي بقى موجوده فنتعامل معاها لان هي موجوده وخلاص وانتهى، افضل بقى تعيس طول حياتي. انا بقول للشباب الصغيرين نصيحتي ليهم، روحوا للمارج كونسلر ده قبل مش بعد، يعني روحوا اسمعوا الحاجات اللي هي تساعدكم ان كنتوا تنجحوا العلاقه وانتوا لسه داخلينها، احسن بكتير قوي ما تسيبوا الدنيا تمشي وبعدين بعد كده تروحوا
وكتير جدا بيجوا، يعني انا بشتغل كتير في الحته دي، كتير جدا ناس بيجوا لي وهم خلاص يعني واقفين في حته صعب جدا الرجوع منها، فبيبقى متاخر قوي. لكن لو ولد وبنت لسه متجوزين او لسه هيتجوزوا ويروحوا يسمعوا ويعرفوا ايه الحاجات اللي تخلي العلاقه بينهم وبين بعض صحيه، ايه الحاجات اللي تجنبهم الخلافات القويه، ازاي يبنوا طريقه بناءه في التعامل مع المشاكل، لانه مفيش جواز في الدنيا فيهوش مشاكل، كل جواز في الدنيا مليان مشاكل. السؤال هو مش في مشاكل ولا فيش مشاكل، السؤال هو نتعامل مع المشاكل ازاي بالظبط. طيب هعود تاني لموضوع اتخاذ القرار بقى بصفة عامة، وحضرتك قلت ان انا المفروض ان انا ساعد اللي قدامي عشان ياخد قرار طالما هو ملوش توجهات. انا عايز اعرف يعني ايه بقى ملوش توجهات، ازاي يكون شخص ملوش توجهات، امال هو ايه، حابب ايه مش حابب ايه؟ لا هو بيبقى له توجهات بس هو مش فاهمها قوي او مش عارفها. يعني احنا ساعات مثلا النهاردة واحد خارج من الجامعة انا مش عارف اشتغل في ايه، مش عارف ايه الحاجة اللي انا بحبها. في النهاردة بقى في اختبارات للشخصية بتحط ايد كل واحد فينا على القدرات اللي عنده، المهارات اللي موجودة عنده، ازاي يبني على ده. يعني مثلا هدي لحضرتك مثال بسيط، في بني ادمين بطبيعتهم منطويين وفي بني ادمين بطبيعتهم اجتماعيين. هاتي الشخص الاجتماعي اللي هو يحب يبقى في وسط الناس ويتكلم وياخد ويدي، وقعديه في وظيفة في مكتب لوحده مقفول عليه، بعد شويه هيتخنق مش هيقدر. وفي نفس الوقت هاتي الشخص اللي هو انطوائي ويحب يبقى لوحده ده وقعديه بقى في مكان مفتوح والناس رايحه جايه، مش هيبقى مبسوط برضه. في شغلانه عايزه حركه كتير وممكن الشخص نفسه يكون ما بيحبش ده، والعكس صحيح، في شغلانه عايزه اقعد على المكتب والشخص بيحب الحركه. فواحده من الحاجات اللي احنا بنحاول نعملها اننا بنحاول نخلي الناس يبقوا اكتر وعيا بطبيعتهم الشخصيه، بالحاجات اللي بتحركهم اللي هم بيحبوها. ده بقى بيجي من خلال برامج توعية، بيجي من خلال زي ما بقول لحضرتك اختبارات بقت موجودة ومتاحة، وعلى فكرة في منها على النت وببلاش، حاجات بتقول طبيعتي الشخصية عاملة ازاي، حاجات بتقول ايه اولوياتي. بس الحاجات دي لسه دكتور ما عندهاش المصداقية الكفاية عند الشباب والبنات، يعني ان هم يقولوا لا انا هفضل يعني ادخل على النت عشان اعمل اختبار لنفسي لشخصيتي اذا كنت انفع في الوظيفة دي ولا ما انفعش. ابتدت الدنيا تتغير شويه. هو اللي موجود دلوقتي اكتر انه في الجامعات طلبه كتير جدا ابتدوا يعملوا الانشطه بتاعه التنميه البشريه دي، وبيعملوها وبيجيبوا ناس متطوعين يكلموهم. فالحقيقه الاولاد الصغيرين وعيهم ابتدى يزيد قوي في الحته دي، وابتدى التقبل لفكره ان انا اخش على النت اعمل اختبار او ان انا اسمع حد بتاع تنميه بشريه يكلمني على امكانياتي وقدراتي، ابتدت تتغير شويه. تمام. طيب دكتور هشام في النهاية كده، يعني احنا داخلين على انتخابات رئاسة الجمهورية وفي قرار لازم ناخده عشان ننتخب، الناخب اللي نازل ده حضرتك تنصحه بإيه؟ والله انا بنصح في نقطة مهمة قوي، انا كويس ان حضرتك يعني فتحتي الموضوع ده. كل واحد فينا احنا درايتنا السياسية محدودة، بس انا في الاخر بعمل ايه، انا بجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات وبشوف مين اللي انا مرتاح لان هو ممكن يمشيني في السكه اللي انا شايف ان احنا محتاجين نمشي فيها كبلد. بغض النظر بقى عن اختياري، ودي النقطه اللي يمكن تهمني قوي في القصه دي، انت بتاخد الاختيار ده بناء على المعطيات اللي عندك وبناء على طريقه تفكيرك. حد تاني خد اختيار تاني مختلف نتيجه ليه انه هو فكر في الموضوع بشكل تاني. المشكله اللي موجوده عندنا ان احنا لما بنختلف بنعتبر الاخر ده عدو. مخطئ وعدو، ونبتدي نخش معاه في صراع. انا مش خايف على مصر من مين اللي هيجي، انا خايف على مصر من الناس تفضل طول الوقت بتتخانق مع بعضها، لان احنا لو فضلنا طول الوقت نتخانق مع بعض طب هنبني امتى؟ فانت خد قرارك واستفتي قلبك زي ما بيقولوا، واعمل الحاجه اللي انت شايف ان هي صح من وجهه نظرك، وانا هعمل نفس الحكايه. بس ايا كان الاختيار في الاخر، تعالى بقى نفتكر تاني ان احنا كلنا في نفس المركب بالزبط. وان احنا يا تقوم بينا اختيارك مختلف عن اختياري ان احنا نتخانق او خالص. ان احنا نبقى اعداء خالص. لازم نبني مع بعض لانه في الاخر احنا عايشين في نفس المكان يعني صحيح. انا في النهايه بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور هشام الجمل خبير التنميه البشريه، شكرا لك مره. اهلا بك. مشاهدينا بعد الفاصل فقرتنا الاسبوعيه ديوان المظالم، ابقوا معنا.